Les objectifs de développement durable, la société civile, les collectivités locales et les régions également qui vont être dans cette conférence, tout ça, ça crée une dynamique et un engagement. هذا اللقاء الإعلامي عقدناه مع بالتعاون مع سفارة مملكة هولندا في المغرب وجمهورية طاجيكستان، وأيضا بالتعاون مع وزارة التجهيز والمياه ومنظمة الفاو، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. الغاية منه هي تسليط الضوء على مؤتمر هام جدا، اللي هو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لسنة 2023. هذا المؤتمر علاش هام؟ لأنه تقريبا منذ 40 سنة ما صارش مؤتمر عالمي حول المياه بالدرجة هذه، اللي يجمع رؤساء الدول، رؤساء الحكومات، كبرى الشركات العالمية المختصة في المياه. علاش الماء؟ الماء لأن كما تعرفوا العام هذا أيضا هو عام منتصف في إنجاز خطة أهداف التنمية المستدامة، اللي هي يلزمها تكون أنجزت عام 2030. احنا في المنتصف. من بين هذه الأهداف هو هدف أن توفير الماء الصالح للشراب وأيضا التطهير أو الصرف الصحي لجميع سكان العالم. في العالم اليوم فيه مليارين ما عندهمش نفاذ أو لا يحصلون على الماء الصالح للشراب ولا يحصلون على خدمات لائقة للتطهير. إذا فيه مشكلة كبيرة في العالم، وحق الإنسان في الماء الصالح للشراب وفي التطهير هذا معناه معتبر من حقوق الإنسان، لكن للأسف مازال فما معناها مليارات في العالم مش لا يتمتعون بهذا الحق. فمن بين هذه التحديات الكبيرة أيضا فما تحدي تغير المناخ. تغير المناخ قاعد يأثر على مسألة المياه في العالم، وأيضا النمو الاقتصادي والاجتماعي. فما ضغط كبير على المياه في العالم الكل، في الدول الكل. وفيه أيضا مشكلة المياه هي أنها مورد محدود. المناسبة غادي تكون يعني فرصة بالنسبة لبلادنا لتقديم تجربة ديال المملكة المغربية في مجال تدبير الموارد المائية وبلوغ خصوصا بلوغ الأهداف ديال التنمية المستدامة ديال لو دي دي 6 حول الولوج إلى الماء الصالح للشرب، تعميم الولوج إلى الماء الصالح للشرب وتطهير السائل. وبلادنا كتوفر على تجربة رائدة في مجال تدبير الموارد المائية خصوصا عبر بناء السدود، لكن من خلال السنوات الأخيرة أصبح المغرب بحكم موقعه في حوض الأبراج الأبيض المتوسط معرض للتقلبات المناخية، وبالتالي أصبح لازما اللجوء إلى مصادر أخرى لتلبية الحاجيات من الماء، خصوصا المياه غير الاعتيادية عبر تحلية مياه البحر، وأيضا عبر يعني معالجة المياه العادمة، استعمال المياه العادمة المعالجة. أيضا المغرب شرح حاليا في إنجاز مشروع جد مهيكل، اللي هو مشروع تحويل فائض المياه من حوض سابو إلى حوض أبي القراق. ونحن نعرف أن خلال السنوات يعني الماطرة العادية هذا الحوض ديال سبو يفقد حوالي 2 مليار متر مكعب اللي كتمشي للبحر، وهذا المشروع ديال تحويل الفائض المياه غادي يمكن من الاستفادة من هذا الحجم عبر تحويلها إلى حوض أبي القراق والشاوية في إطار التضامن بين الأحواض المائية. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.